بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية نشكر قناة تناصح على متابعتها لهذا الحدث المتمثل في المعرض الوطني الثالث لزهور نباتات الزينة اللي تنظمه جمعية محبي الشجرة بالتعاون مع كلية البيئة والموارد الطبيعية مصراتة. طبعا المعرض هذا يعتبر في النسخة الثالثة، توقفنا سنتين اللي فاتن بسبب الظروف جائحة كورونا والحرب، ولكن رأينا أن نحن نستأنف النشاطات هذه ونجمع الناس في هذا المكان. طبعا لا ننسى الجهات اللي هي رعت هذا الحدث والمتمثلة في شركة المدار الجديد والشركة العامة لخدمات النظافة والمفوضية المجتمع المدني مصراتة. طبعا الحقيقة الحضور ما شاء الله اليوم، حتى تفاجأنا نحن من خلال اليوم الأول، فالحضور كان ما شاء الله. والمعرض هذا طبعا يستمر لمدة 3 أيام متواصلة، طبعا إن شاء الله من السبت والأحد والاثنين إن شاء الله الحفل الختامي. طبعا الجهات المشاركة هم أصحاب المشاة داخل مدينة مصراتة، بالإضافة إلى الهواة اللي هم عندهم حدائق منزلية وعندهم حب النباتات الزينة الظلية. طبعا السنة هذه درنا إضافة جديدة وهي متمثلة في إضافة الجناح خاص بالفخاريات، وهي جزء لا يتجزأ من الزهور ونباتات الزينة. طبعا ندعوكم جميعا لحضور وزيارة هذا المعرض. طبعا نشكر جميع المشاركين ونتمنى لهم طبعا التوفيق ولقاء آخر في قادم الأيام. وأكرر شكري إلى إذاعة التناصح على تواجدها وتغطية الحدث.